قرأ في تطورات ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. ففي الوقت الذي قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي نتائج، يأتي الرد الأوكراني على لسان الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأن جسر القرم سيظل هدف عسكري لقواته لكونه يجلب الحرب وليس السلام حسب تعبيره. في سياق الأزمة أيضا تواجدت قوات فاغنر الروسية في بيلاروسيا، وهو ما دفع بولندا إلى نقل وحدات من قواتها على الحدود مع بيلاروسيا. فهل نشهد صراعا جديدا خارج الأراضي الأوكرانية؟ المزيد من التحليل أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الحليم. والتصريحات بها حرب شديدة بين الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني كالعادة طبعا، ولكن هناك أيضا جسر القرم الذي يستهدف، مباني عسكرية روسية في القرم تستهدف، يعني بعيدا عن بولندا التي سنأتي لها في حديثنا بعد. يعني بصفة عامة، يعني ما أسمي اصطلاحا بالهجوم الأوكراني المضاد لا يمكن الجزم من أي طرف، سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأمريكي اللي هو الطرف المواجه، بأي تقدم ذي مغزى على الجبهات التي يجري فيها القتال، وهي ممتدة كما نعرف من كوبيانسك في خاركيف إلى كراسني ليمان إلى أفديفكا إلى مارينكا إلى ما حول بخمت ثم زابوريجيا، وأحيانا تحدث بعض المحاولات من جانب الأوكران لعبور نهر الدنيبر إلى خيرسون. لم تنجح أي من هذه المحاولات حتى اليوم عبر جسر أنتينوفسكي. الضربات في القرم أو في جسر كيرتش أو في القرم نفسها أو حتى بلجرود كما جرى اليوم وأمس وإلى آخره، هي أشبه بعمليات ذات طابع دعائي، يعني لرفع الروح المعنوية لطرف معين لا يتوقع أن يكون لها أثر فعلي. بمعنى أكثر وضوحا، لا يتخيل أحد من المراقبين حتى اليوم أيا ما كانت انحيازاتهم أن بوسع أوكرانيا لا استرداد أراضي الأقاليم الأربع أو استرداد الإقليم الخامس الذي هو شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليه روسيا منذ عام 2014. لكن هذه ضربات أشبه بلسعات النحلة، يعني محاولات للإيحاء بوجود حركة. طبعا الردود الروسية يبدو لي أنها يعني تستفيد من فرص، بالذات فرص ضرب جسر كيرتش لما له من أهمية معنوية كبيرة. الجسر كما هو معروف افتتح عام 2018، وهو جسر مركب جدا ومعقد جدا، ويعتبر الرئيس بوتين واحدة من مفاخره. فلكن الضربة الأولى التي تمت في أكتوبر 2022 كانت أكثر أثرا، الضربة الأولى كانت بسيارة مفخخة، كانت أكثر أثرا من الضربة الأقرب. ما جرى من غارات للطائرات المسيرة أو غيرها على مخزن سلاح روسي في شبه جزيرة القرم وغيرها، أنا أعتقد أن كلها حوادث متناثرة أقرب لفكرة يعني ضربات الخاطفة المتقطعة لكنها لا تنتج زحفا للطرف على. طب حضرتك قلت أن روسيا تستفيد من ذلك، كيف تستفيد؟ تستفيد من ذلك أنه هذه الضربات تتيح لها التوسع في مشروعها بأوكرانيا. بمعنى أكثر وضوحا، نحن نلاحظ أنه حتى اليوم ونحن نقترب من نهاية الشهر 18 على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لا زالت تحمل هذا الاسم. وفي مقابل هذا الاسم في تصورات معينة بتعتمد على فكرة خلق قطاعات نوعية وقوات خاصة سواء من الشيشان أو من أو من أو من أو من، لكن لا تتضمن إلى الآن زحفا بكامل قوة الجيش الروسي. فالسؤال الذي طرح منذ كانت المعركة في بخمت، ماذا يجري بعد بخمت؟ هل أن هدف روسيا هو استكمال السيطرة والتمكين حتى شاطئ نهر دنيبرو الشاطئ الروسي، حتى لا ندخل في تعقيدات الجانب الأيمن والجانب الأيسر مقابل الشاطئ الأوكراني، واعتبار نهر دنيبرو هو الخط الفاصل،
أم أن في نية روسيا التوسع باتجاه أوديسا وميكولايف لكي تغلق البحر الأسود كما أغلقت من قبل بحر أزوف على أوكرانيا. الحقيقة التطورات الأخيرة، ضربات الأخيرة التي أجرتها روسيا مستفيدة أو منتهزة فرصة الضربة الأوكرانية ذات الأثر القليل على جسر كيرتش، أنا أعتقد أنها جعلت هذا الاحتمال أكثر واقعية، وأنه قد يكون فعلا في التصور الروسي أمر على النحو التالي، أنها كما هو واضح إلى الآن تستنزف القوات الأوكرانية ثم قوات المرتزقة وقوات الأجانب وإلى آخره لكي تستوعب زخم الهجمة المضادة، ثم تستأنف هجمة قد تشمل القطاع الجنوبي مستهدفة غلق البحر الأسود على أوكرانيا. أصبح هذا أمرا واقعيا أكثر في التطورات الأحدث، لأنه حتى وهل هذا علاقة بأن روسيا انسحبت من اتفاقية الحبوب يا أستاذ عبد الحليم؟ قد يكون ذلك، لأن احنا نعرف سيرة اتفاقية الحبوب. اتفاقية الحبوب عمرها سنة وكانت تجدد ثلاث شهور، ثم في المرة الأخيرة قبلت روسيا بتجديدها فقط لشهرين لاعتبارات تخص أردوغان، علاقتها بتركيا وكذا، كانت تريد لأردوغان أن ينجح في الانتخابات. طبعا حتى أردوغان نفسه ارتكب خطأ في التصور الروسي بتسليم عدد من قارة أزوف الذين كانوا محتجزين لديه على سبيل الأمانة أو الضمانة إلى نهاية الحرب، سلمهم لزيلينسكي. وطبعا ملاحظة العامة أن أردوغان سلك على الأقل في الفترة التي سبقت منذ الانتخابات سلوكا بدأ مفارقا، بمعنى ان هو فاز في الانتخابات ب 52% قياسا ل 48% كليشدار اوغلو، لكنه بعد ان فاز في الانتخابات ينفذ برنامج كليشدار اوغلو في اعاده الارتباط بالغرب. أيوه. هل سيستمر ذلك؟ لا احد يضمن يعني تصرفات اردوغان. فالروسيا في النهايه في الحساب الاخير حريصه على العلاقه مع تركيا، لانه فيه جانب يخصها ان تركيا اخترقت حظر حلف الأطلنطي على التجارة مع روسيا. فلكن ولكي نختبر ذلك فلنفحص بعض التصرفات. روسيا أعلنت أنها ستعتبر ستغلق مسار الحبوب الخارج من الموانئ الأوكرانية، وأنه ستعتبر أي سفن تمشي في هذا الممر كأنها أهداف عسكرية أو ناقلات عسكرية أو شيء من القبيل. طبعا أوكرانيا أعلنت شيئا مقبلا، واليوم زيلينسكي تحدث مع أمين عام حلف الأطلنطي على ما يمكن تسميته طلب حماية من حلف الأطلنطي لسفن حبوب تخرج من الموانئ الأوكرانية. بالقياس على تجارب سابقة وبينها طبعا تجربة تركيا نفسها التي قالت أنها مستعدة لحماية السفن ثم تراجعت عن ذلك، أيضا لا أتصور أن حلف الأطلنطي قادر ميدانيا على أن يحمي ما يسمى سفن الحبوب الأوكرانية. فالأمر مرشح غير قادر ولا لا يريد الدخول في مواجهة مع قوات روسية من عدم القدرة وعدم الرغبة. لأنه ما يحكم أمريكا التي تصنع سياسة حلف الأطلنطي أنها لا تريد التورط المباشر مع القوات الروسية. وفي البحر الأسود نفسه نتذكر أنه جرت مواجهات، منها إسقاط المسيرة الأمريكية وإلى آخره، والاحتكاك بالطائرات البريطانية. يعني فيه نذر سابقة تؤيد فكرة أنه يمكن الانزلاق إلى حرب مباشرة بين حلف الأطلنطي وروسيا من خلال الصدام في البحر الأسود. من هنا أنا أعتقد أنه أن روسيا قد تطور فكرة اللي هي جعل أوكرانيا رهينة أو محجوزة عن البحر الأسود كليا. أما على الأرض فطبعا كلنا سمع وعارف أنه فكرة الذخائر النقدية جرى استخدامها بالفعل في بلجرود. فمن هنا يعني هذا ليس جديدا الحقيقة في تأكيد معنى أن التعهدات الغربية أو الأمريكية أو الأوكرانية مما لا يمكن الوثوق به. وبوتين كان واضحا وصريحا حين قال ببساطة نحن سنضطر إلى استخدام الذخائر العنقودية ولدينا منها الكثير. وقال أيضا العالم كله يرى كيف تحترق الأسلحة الغربية.
بالضبط بشكل جيد، لأن هذه اللحظة هي لحظة الاستنزاف. لاحظ الضربات الروسية الأخيرة اتجاه أوديسا واتجاه ليفيف مجددا، هدفها الرئيسي هو تحطيم مخازن السلاح الغربية الموردة لأوكرانيا، وفي نفس الوقت ضرب جماعات من المرتزقة، إضافة للسجال القتالي الجاري على الجبهات في الشرق. طبعا أوكرانيا خلال هذا الأسبوع مثلا قالت أنه ليمان كراسني ليمان قد تسقط، وأفديفكا قد تسقط، وأن القوات الروسية الجيش الروسي تقدم بنحو 180 ألف يستعدون للدخول في المعركة. فالفترة المقبلة يعني تنطوي على كثير من الأسئلة. أولها سؤال، هل ستستأنف أوكرانيا هجومها البري المضاد بصورة أوسع كما قال مارك ميلي رئيس أركان القوات الأمريكية، اللي قال أن أوكرانيا لديها 65 ألفا من المقاتلين المدربين لدى الدول الغربية سيدخلون إلى الهجوم المضاد، أم أن المحرقة ستتزايد؟ مارك كيميت قائد القوات الأمريكية السابق في العراق لخص الأمر ببساطة فيما يخص مأزق أوكرانيا على النحو التالي، قال أنه تقدم أنه المطلوب أن تتقدم القوات الأوكرانية إلى مسافة 20 كيلومترا التي هي حقول الألغام، وأن هذا أشبه بالخطو 20 كيلومترا في الجحيم نفسه، لدرجة أنه طرحت عديد من الصيغ، منها أن الجنود الأوكرانيين يتركون مدرعاتهم ثم يحاولون المشي وإلى آخره. فالوضع مختلط جدا، لأنه فيما يقوله الخبراء الغربيون أن أحدا لم يشهد على سطح الكرة الأرضية هذا التحصين الدفاعي منذ التحصينات السوفيتية في الحرب العالمية الثانية. طبعا بوتين وحديثه عن بولندا يعني أمر مفهوم. أولا من الجوانب التاريخية التي ذكرها بوتين أن ستالين أعطى بولندا ثلث مساحتها الغربي مقتطعا من الأراضي الألمانية، هذا صحيح تاريخيا. أيضا بولندا نفسها تحريرها من القوات النازية من الاحتلال النازي جرى على يد القوات السوفيتية. ما يجري اليوم قفزا إلى ما يجري اليوم، قوات فاجنر في إطار اللغز الذي أشرت إليه أكثر من مرة حين تحدثت أن الأمر ليس مسرحية كاملة الأوصاف، إنما بعض فقراته لا تخلو من تمسرح. فجوانب التمسرح بدت ظاهرة جدا في التوجيه الأخير لفاجنر إلى بيلاروسيا، وفي إعلان الرئيس بوتين قبل أيام أن أي عدوان على بيلاروسيا هو عدوان على روسيا، لأن هناك اتفاقية معروفة اسمها دولة الاتحاد بين البلدين. طيب بولندا أيضا ترد وتنقل وحدات من قواتها على الحدود مع بيلاروسيا. بدأت هذه الوحدات بالعشرات ثم تطورت إلى المئات ثم تتطور الآن إلى الآلاف. اثنين، بوتين كان واضحا وصريحا حين قال أن بولندا لها أطماع في أوكرانيا. طبعا هذه الأطماع كلها وهذه الأوضاع ناشئة مما جرى في الحرب العالمية، من نتائج الحرب العالمية الثانية. الذي يحدث أنه وضع بولندا في موقف دفاعي سياسيا على الأقل. صحيح أن بولندا استدعت السفير الروسي لكي تستوضح ما يقصده الرئيس بوتين، لكن شفعت روسيا كلام بوتين مجددا بضرب لفيف التي تعد عاصمة للجزء البولندي المفترض من أوكرانيا، تعد رمزيا تعد تاريخيا مدينة بولندية. فالفكرة أنه في إطار حرب الاستنزاف المتبادلة والصيغة التي تحولت إليها حرب أوكرانيا، أنا أعتقد أنه بوتين يبدو عازما على الوصول كما حادته إلى الحافة الهاوية، يعني بمعنى أنه يعرف أن الغرب وأمريكا بالذات تقيد نفسها بعدم التورط المباشر في حرب مع روسيا خشية أن تتحول الحرب إلى صدام نووي. من هنا هو يستثمر كل هذه المسافة حتى الصدام النووي في التعامل،
لأنه قوات بيلاروسيا التي تدربها فاغنر لا يعرف أحد بالضبط هل ستعود إلى أوكرانيا على طريقة البداية الأولى الوصول إلى كييف من الشمال، حيث المسافة بين حدود بيلاروسيا وكييف حوالي 100 كيلومتر. وضع معقد جدا، لأنه حتى نهر دنيبرو الذي يأتي في حادثنا كثيرا قد لا يعرف الكثيرون أنه نهر روسي في الأساس. هو نهر طوله 2200 كيلومتر، ينبع في روسيا ويمر بيلاروسيا ثم إلى أوكرانيا. فالخريطة في هذه البقعة من العالم شديدة التداخل وقابلة لأن تتحول إلى يعني قنابل موقوتة قابلة للتفجير في أجواء الإحماء. ويبدو العسكري. أن القنبلة الموقوتة الآن هي بين بيلاروسيا وبولندا يا أستاذ عبد الحليم. هل تعتقد أن بولندا من الممكن أن تبادر بأي هجوم من أي نوع؟ أنا لا أعتقد أن بولندا ستبادر بهجوم، قد تكون رغبتها أن تقوم بهجوم لكنها تعرف الضرائب والعواقب. ولكنها عضو في الناتو. نعم عضو في الناتو، لكن الناتو يستمسك قدر إمكانه باللسان الأمريكي بتجنب بعمل أي شيء هو الآخر دون السقف النووي. فهو في خشية شديدة جدا جو بايدن من التحول بالصدام مع روسيا إلى حرب نووي، لأنه حتى ما نشر كثيرا في الفترة الأخيرة عن المقارنات بأنه والله حلف الأطلنطي يملك كذا طيارة وأكثر من روسيا وكذا، على الأقل هناك مفردتان حاسمتان لصالح روسيا في هذه المقارنات، يعني روسيا من جهة وحدها وكل حلف الأطلنطي من جهة أخرى. واحد في السلاح النووي، السلاح النووي ووسائل إيصاله وصواريخه وإلى آخره تمتلكها روسيا، ترجح السلاح النووي الذي يملكه الغرب مجتمعا. اثنين في المدرعات، مدرعات ده تعبير بيستخدم مجازيا على العربات المدرعة والدبابات وإلى آخره. فالتفوق الروسي لدى حرب طويلة، وهذا ما لم يدركه الغرب. الغرب تصور أنه إخفاق هنا القوات الروسية وإخفاق هناك أو كذا يمكن أن ينهي القصة. لا أحد يستوعب ولا يريد أن يستذكر مغزى دروس التاريخ. طبعا الروس يحتملون حروبا طويلة جدا، صحيح، ويحتملون عشرات الهزائم ثم يعودون. وهذا أمر له علاقة بالجغرافيا والطبع الروسي. بعض الدوائر الغربية تسمي ذلك الإمبريالية الروسية، لا وقت للنقاش في هذه النقطة، كأنها هي الأخرى، ليست إمبريالية ولم تغزو العالم كله يعني. فالإمبريالية الروسية، إنجاز أن نأخذ افتراضا هذا التعبير، متعلقة بفضائها الجغرافي وليس بطابع عالمي خارج نطاقها أو خارج حدود. في هذا السياق الكلام عن بيلاروسيا، بيلاروسيا طبعا أنا لن أستغرب إذا حدث في وقت في خلال سنة أو شيء من هذا القبيل أن يلجأ لوكاشينكو إلى العودة إلى الاتحاد الروسي، يعني لن أستغرب ذلك، لأنه كمان بيلاروسيا يعني يريد الغرب اقتناصها كما يريد شد أطراف روسيا في جورجيا وحاول في أوكرانيا ولا يزال، وإضافة لدول البلطيق وغيرها خاصة في مولدوفا. مولدوفا إلى الآن لم تنضم إلى حلف الأطلنطي، لكن فيها نزاع، فيها إقليم ترانزستيريا الأقرب إلى وهو إقليم روسي هناك، في وضع ما يشبه الحكم الذاتي أو الاستقلال وهكذا. فالوضع معقد جدا، ومن الواضح حين تتأمل تفاصيل ما يجري في روسيا أنه بيجري جرى تجهيز صناعة ومصانع السلاح الروسية لمعركة طويلة الأمد. هناك تفاصيل كثيرة جدا، منها ما ياخدوا مثلا الدبابات التي تعطلت أو تحطمت ويحولونها إلى عربات مدرعة. لا، هناك نشاط هائل جدا في عسكرة المناخ الروسي. طيب يعني نرجع تاني للهجوم المضاد يا أستاذ عبد الحليم، لأن هناك مسؤولون أمريكيون قالوا أن الولايات المتحدة بتعتزم في وقت قريب جدا، يمكن يكون الثلاث القادم، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بتصل قيمتها ل400 مليون دولار. هل هذا سيغير صواريخ ومركبات ومدفعية؟ هذا خبر كل أسبوع أو ربما كل يوم. حتى ترامب يتحدث عن أنه الإدارة تعلن عن تزويد أوكرانيا ب40 مليار دولار أسلحة، بينما الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير إلى 100 مليار دولار. لكن لو أخذت السلة كلها لعناصرها
المعونات تحت أسماء مختلفة وكذا، أنت بصدد من أمريكا وأوروبا وحلفاء أمريكا في الشرق الأسيوي دفعوا لأوكرانيا بأكثر من 500 مليار دولار. الشيء الذي يبدو لي في الأفق وأصبح واقعيا جدا من جزئين. واحد، أن الأسلحة التي تذهب إلى أوكرانيا يجري سرقة الكثير منها، وطبعا هناك في الفورن أفيرز منشور مقال طويل عريض لكاتبة أسترالية عن أنه ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما جرى في أفغانستان من قبل. أرقام بتتحط على الورق ثم تذهب الأسلحة والمعونات إلى مسارب فساد. الشيء الآخر، جانب الآخر، هل أن زيلينسكي سوف ينتهي يوما إلى مصير أشرف غني في أفغانستان؟ هل أن أمريكا ستنتهي إلى مسار أنه والله إحنا زهقنا؟ لأن أنت لاحظ هناك تقدم تدريجي إلى سنة الانتخابات الأمريكية، وسنة الانتخابات الأمريكية يجري فيها حساب ثقيل حول الإنفاق، وليست أصوات ترامب فقط هي التي تعترض وتقول أن إحنا بددنا أموالنا على أوروبا وعلى أوكرانيا ويجب أن يدفعوا ما دفعنا إليهم. إنما روبرت كينيدي جونيور المرشح في إطار انتخابات تمهيدية الحزب الديمقراطي أصبح يقول ذلك هو الآخر. فهناك التململ موجود في الحزبين. فالتململ القائم، تململ نسبه أكبر في حزب الجمهوري، لكن بدأت نسبه تصعد في الحزب الديمقراطي نتيجة الاستنزاف، وكما قلنا من قبل الرهان في أوكرانيا من يلقى مصير أفغانستان. طيب في دقيقتين يا أستاذ عبد الحليم، لأن وقت الحوار قرب على الانتهاء، عايزين بس نتكلم عن دلالة زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إلى الصين. هنري كيسنجر طبعا سبقته زيارات لبلينكن، ثم زيارة جانيت يالين وزيرة الخزانة. وكيسنجر ذهب والتقى كبير الدبلوماسيين الصينيين، ثم التقى الرئيس شي بنفسه، واعتقد ان ما سمعه في الصين كان واضحا جدا. نحن نريد علاقات طبيعية، لكن عليكم ان تحذروا، لا يمكن احتواء الصين او تقويض نهوضها، هذا مستحيل. اثنين، خطنا الاحمر كما هو تايوان، اي مساعدة لتايوان او تشجيعها على الانفصال عن البر الصيني رسميا تعد الخطيئة الكبرى في حق الصين. طبعا التداعيات لا زالت قائمة، هناك مناورات في المحيط الهادي وفي بحر اليابان بين روسيا وأمريكا، وهناك بين روسيا والصين، وهناك مناورات مقابلة بين أمريكا واستراليا ونيوزيلندا وغيرها في جنوب البحر الهادي. الوضع مشتعل. بالجملة التصرفات الأمريكية الواقعية من الإدارة الحالية تزيد وتوثق عرى التحالف بين روسيا والصين حتى إذا لم يرغب، يعني نتيجة توحيد العداء. لأنه مثلا بعد زيارة بلينكين إلى الصين خرج الرئيس الأمريكي نفسه، والله يعلم، الله وحده يعلم ما إذا كان ذلك تلقائيا أو نتيجة تصرفاته الغير مفهومة عقليا وصحيا، ووصف الرئيس شي بأنه دكتاتور، فهدم كل ما فعله بلينكين. وبلينكين كل ما كان يطمع فيه هو تواصل مباشر بين الجيش الصيني والجيش الأمريكي. المفاجأة أن كيسنجر التقى وزير الدفاع الصيني المفروضة عليه عقوبات من جانب أمريكا لتوثق علاقته مع روسيا، يعني لأنه مشهور بأنه الذي أشرف على تمتين عرى التحالف العسكري بين موسكو وبكين. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل، ونشوفك إن شاء الله على خير في حلقة قادمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا.